هل وجدت صعوبة في دراسة فلسفة اللغة؟ وجدت صعوبة جدا يعني. اصل هقول لحضرتك حاجة، يعني هي افتكر المشكلة الأساسية ان اللغة نفسها صعب الواحد يحدد هي ايه، وهي دي صعوبة. الكرسي مثلا ما هوش الترابيزة، وما هوش مثلا السماء، فهو حاجة في وسط هيكلة معينة. طب ايه هي اللغة؟ طيب يعني هل اللغة مقارنة بايه؟ طبعا في ناس هجاوا ويقول لك مثلا في واقع بره اللغة، يعني في الواقع وفي اللغة، بس على حسب مفهومي انا، يعني ما هي اللغة برضو بتدلنا مفهومنا عن الواقع، والواحد لما يعرفش يحدد هو هيتكلم في ايه او يعرف حدود الموضوع اللي هو بيتكلم فيه، ده ممكن يسبب مشاكل كبيرة جدا يعني في الدراسة. الحاجة التانية ان انا ركزت اكتر في الدراسة على الترجمة، فانا حاولت ابص على لغات مختلفة وحبيت اشوف المعنى بيتنقل ازاي من لغة للغة تانية. والواحد يكتشف برضو ان الموضوع مش بسيط خالص، يعني مثلا احنا جبنا مثلا كلمة تفاحة مثلا، احنا بنفترض ان التفاحة دي ابل بالانجليزي وفي لغة تانية، بس ما تنسوش برضو ان احنا في عالم النهاردة بسبب العولمة وبسبب ان المنتجات انتشرت وبسبب ان بقى في كل حاجة موجودة والعيال كلها بتفتح الكراسة بتشوف صورة تفاحة كل حتة في العالم، ان قبل ما حصل تجارة ونقل المنتجات، ما تنسوش ان كل طبيعة كل بلد لها طبيعتها الجغرافية الحيوانية والنباتية. يعني مثلا الفراخ ما كانتش موجودة في مصر، حاجة جت حديثة في تاريخ مصر. طب انت تروح لحد في بلد تانية وتقول له فرخة، يعني فيش حيوان موجود كده في البلد التاني، طب هتعرف توصل له الكلمة دي ازاي او المفهوم ده ازاي؟ ممكن ناخد مثلا الدوم، مثلا الدوم حاجة مثلا في مصر ما اقدرش اقول ان في عصير دوم في كل حتة ومنتشر. ممكن انت مثلا تقابل حد في بلد تانية وتحاول تشرح له طب ايه هو الدوم ده ولا ايه هو عصير الدوم، فتبتدي وقتها اللي هو مش هتقدر، مفيش كلمه في اللغه الثانيه موازيه للكلمه دي، فتبتدي وقتها تحاول تشبه مثلا طب الدوم ده شبه مثلا فاكهه ثانيه عنده. فبرضو المفهوم ان في حاجه في اللغه، في كلمات في اللغه مشتركه وفي حاجات مختلفه، الحاجات المختلفه اكتر بكتير من الحاجات المشتركه. يعني ممكن الحاجات المشتركه تبقى، كنت بفكر فيها زي ما محمد سامي كان يقول النار مثلا، ممكن تكون حاجه مشتركه ما بين البني ادمين في كل حته في العالم. ممكن الميه مثلا تكون حاجه مشتركه، كلنا بنحتاج نشرب ميه صح، بس اول ما نخش في الاكل، اول ما نخش في النباتات، اول ما نخش في الطبيعه، لا مفيش اي حاجه مشتركه. فدي برضو بتسبب بالنسبه لي لخبطه شويه. السؤال الثاني، الفرق ما بين الثلاث مفاهيم، انا ممكن اقول برضو فهمي ليهم، واعتقد ممكن محمد سامي برضو يزود عشان دي مفاهيم فلسفيه اصلا. فالجوهر والماديه والماهيه، يعني ممكن نحط الماديه دي في حته ثانيه، الجوهر والماهيه ممكن يكون في لبس شويه ما بينهم، بس الماديه دي معناها الماده نفسها، او ممكن بالانجليزي اسمها ماتيرياليزم. دي حاجه ممكن نفهمها ان احنا في الفكرة وفي المادة. الجوهر كمعنى يعني والماهية قريبين من بعض، يعني احنا لما نبص على جوهر الشيء او ماهية الشيء احنا عايزين نعرف حاجة اساسية موجودة فيه. بس كلمة الماهية هي كلمة اصلا مترجمة من اللغة اليونانية اوسيا، ولما ترجموها في الترجمات الجديدة بالانجليزي قالوا في الاول كانوا يسموها اسنس في وقت ما ترجمت باللاتيني، واسنس يمكن قريبه من كلمه جوهر، بس لما ترجموها جديد لقوا انها متركبه في كلمتين، فقالوا انها the what it is. وthe what it is دي ترجمه حديثه، ولكن لما ترجمت وقت الفلاسفه الاسلاميين ترجمت صح من الاول، عشان ترجمت من اليونانيه على طول ما تعدتش في اللاتينيه، فترجمت الما هي the what it is. فهي حاجة بتقول يعني اللي هو ايه اللي بيخلي الشيء ده هو، لو شلتها منه ما يبقاش هو. ماهية الشيء هي جاية حتى من ما هو، ما هي بالمعنى الفلسفي القديم اللي هم استخدموه، الجوهر هو الشيء
مش معتمد في تحيزه على تحيز شيء آخر. يعني إيه؟ يعني حاجة بتشغل حيز من المكان، صح؟ فالنهاردة في الخاتم، وفي استدارة الخاتم، وفي فضية الخاتم، صح؟ هل إحنا بنقول في شيء مدور، في دورية مختمة؟ هنقول لا، في خاتم مدور، الخاتم موجود وليه أعراض، في أمور قائمة بيه. هي الموجودات الحسية اللي قدامك دي إما جواهر إما أعراض. الجوهر هو الشيء الأصلي الموجود، الأعراض هي أمور تحيزها تابع لتحيز الجوهر. ما بتشوفش حمار ماشي في الشارع، بتشوف عربية حمر، صح؟ السيارة هي الأساس، هي الجوهر، ومن عوارضها الحمار. ماهية الشيء أنت مالكش ماهية مشتركة، ماهية مستقلة بيك. أنت إنسان وأنا كمان إنسان، بنشترك في ماهية واحدة. لو سئلت ما هو محمد سامي هيقال إنسان كذا كذا كذا، صح؟ وعلى غيري هيقال إنسان كذا 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 كذا. فماهيتنا إحنا الاثنين إنسان. الجوهر شيء في الحتة دي بالمعنى ده مختلف. أنت كنت كلمت عن الفرق بين التحليلية والقارية، Analytical and Continental، بس عاوز يعني أعرض ممكن تعريف تاني للتحليل. ايه رايك في ان هم مش كلهم ممكن يتحطوا تحت اسم اللغه التمثيليه؟ يعني في منهم ممكن بيفهموا ان اللغه كاداء مش ان هي تمثيل، اللغه كاداء مش ان هي تمثيل العالم الخارجي. فهل ممكن يكون تعريفهم ان هم لغه تمثيليه بس؟ ده ممكن ضيق عن تعريف ايه هم بيفهموهم اللغه، وممكن يبقى المدرسه فيها تنوع اكتر. دخلنا معانا الموضوع اللغه كاداء، ايه بقى الفرق بين الكونتيننتال والاناليتيكال فرايك؟ هي عشان دي مقدمه، فيعني طبعا هل الفلسفه التحليليه لها مفهوم اوسع من كده، صح؟ اوسع من انها لغه تمثيليه، لغه اداء. انا اعتقد ان اللغه التمثيليه اوسع من اللغه كاداء، عشان يمكن اللغه التمثيليه ممكن تدخل في حاجه اسمها الفورمال لوجيك، اللي هي ممكن ما يكونش ليها في ناس زي ما الناس تدرس الرياضيات للرياضيات، صح؟ يعني اللي هو abstract mathematics أو حاجة زي كده. وأفتكر اللغة التمثيلية ليها دعوة بالدراسات دي برضو، اللي هي دراسات العلم لغاية العلم نفسه، المفهوم دراسة اللغات للغويات فقط، فهم؟ بس كمفهومها الأداء طبعا هي مرتبطة أعتقد في الفلسفة التحليلية بالموضوع ده، اللي هو البعد، مش عايز اقول بعد براجماتي، بس هو يعني اوقات بيقولوا ان هو the maiden of science، يعني ان هو الفلسفه بتبقى او الفلسفه فلسفه اللغه بتبقى طيب احنا هنستفيد ازاي من مفهومنا للغه اللي هيساعد على تطويرنا كمنظومه علميه. فاعتقد هي دي المفهوم كاللغه كاداه. واعتقد ان تشارلز تايلر اللي بيحاول يقوله ان المفهوم ده ضيق، وان المفهوم ده مش شرط يكون المفهوم الاولي اصلا للغه، ان في حاجه ان احنا مثلا يعني في قصه اللي هي الراديكال اكسبيرمنت بتاعه كواين دي مشهوره جدا. ده بيحاول يقول ان طب احنا لما نروح نقابل مثلا ثقافه تانية، هو بيتكلم على يقابل ناس في امريكا الجنوبيه مثلا، فيبتدي اللي هو عايز يفهم هما بيتكلموا ازاي. فهو بيحاول يقول طب انا لو استخدمت لو فهمت اللغه كلغه تمثيليه، لو قلت مثلا ارنب، فاهم؟ وبعدين راح اللي قدامي ده ما بيتكلمش نفس اللغه، فانا بشاور له على حاجه وبحاول اقول له ارنب، فيقول لي يقول لي كلمه، يقول لي كاش جاي، فاهم؟ يقول لي كلمه. فهل هو قصده انها ان ده ارنب وممكن ابني عليها؟ الكوين بيوصل له ان لا، ما تقدرش توصل لحاجه، عشان هو ممكن يكون بيتكلم على ممكن يكون مفهومه اصلا للاشياء مش انها اشياء. يعني ممكن هو زي مثلا حته مثلا اللي هي اللغه التاثيريه، ممكن هو هيقول حاجه عشان زي ما بيعمل سحر مثلا، بيقول حاجه عشان تظهر. فهو مش قصده ان هو يقول ان ده اسمه كذا، يعني هو ممكن يكون ثقافة ما عندهاش فكرة الأسماء بالمفهوم ده. فكرة الأسماء مفهومة على
مبنيه في الفلسفه التحليليه مبنيه على برضو فكره المعجم، ان في كلمه وليها معنى محدد وممكن تبص عليه في نفتح عندنا اختلاف دلوقتي في كلمه فاجيب معجم ونفتحه ونبص معناه ايه. بس بيقول ده يعني كوين بيقول ان انت تبدا بالمعجم ان انت كأنك جايب الكاريتا قبل بعد الحصان، يعني هو الحصان هو اللي بيشد وبيبني، انت بتختار ان كلمه الانسان ما يبقى معناها كذا وبعدين بتكتب. فاحنا بنحدد الحاجات في الاول وبعدين بنكتبها في معاجم، فتش تقول لي ان المعاجم هي اللي وده اعتقد يعني مربط فارس في يعني كلامه، يعني ان لو نروح لمثلا ايمانويل كانت يقول لك مثلا اللي هو الفرق ما بين السينثيتك والاناليتيك ستيتمنتس، مثلا all bachelors are unmarried. فهو بيقول لك ان طب الكلمات اللي موجوده دي اصلا، طب انت محدد معناها من قبل كده وحاططها في معجم، فاهم؟ طب انت ممكن الكلمات دي يعني الكلمات دي بتتكون ازاي اصلا؟ وانا السؤال اللي هساله لحضرتك انا عايز اعرف هو يعني مثلا زمان في بدايه نشاه الانسان يعني كنت حاسه ان احنا بدانا ناخد موضوع اللغه زي الاثار، بنتعامل معاها زي الاثار بالظبط، مش انها حاجه المفروض بتتطور. يعني هل المفترض اللغه تتطور ولا هي شيء ثابت؟ يعني احنا اخذناه عن اهالينا، مثلا انا اتولدت فقالوا لي ان ده تفاحه، ده كتاب، ده قلم، فانا بدات كبرت علمته لاولادي. زمان مثلا كنا بنلاقي ان في لغات بتطلع بتتطور، يعني بيظهر مفاهيم مثلا في الشعر الجاهلي مثلا بلاقي يعني كلمات او صعبه فيها معاني مختلفه، في تعبيرات كتير. ليه ده ما بقاش موجود دلوقتي؟ انا حاسه ان احنا ثابتين فيها، او ما بقاش. انا بتكلم يعني بخصوص اكتر على اللغه العربيه عشان انا بشوفها الاكثر تعقيدا، يعني ما بقاش في حاجه فيها تطور في اللغه، ومن المفترض ان اللغه تتطور ولا هي شيء ثابت انا بتعامل معاها زي ما انا بتعامل مع الاثار مثلا وببدا انقب فيها، وزي ما بنعمل محاضرات ونبدا ندور في القديم ونتكلم عنه. ده سؤالي. السؤال بقى التاني لمحمد، انت كنت بتقول على الخاتم مثلا احنا بنقول عليه مستدير، هو لونه مثلا او خامته فضة، فانا ليه اصلا حتة التسمية دي؟ انا ليه مثلا ما بقولش على القلم ده كتاب؟ وليه ما بقولش على يعني ليه ما وصفتش الموبايل لابتوب مثلا؟ منين انا قدرت من بداية الانسان اطلق على الحاجات دي اسماء، الاسماء الثابتة دي؟ يعني انا ليه وصلت للحتة دي من حتى بداية الإنسان؟ يعني من بداية مثلا آدم هم عرفوا أن في تفاحة هو أكلها، وإحنا بقى خدنا التفاحة دي ومشينا عليها للأبد. ليه ما قدرتش أقول التفاحة دي برتقانة أو البرتقانة دي خوخ؟ الأسامي دي طلعت منين؟ ليه التلاجة مش بوتاجاز كده وهكذا؟ فليه ده حصل؟ بس شكرا. يمكن نبدأ بموضوع ليه بتسمي ده مثلا ما بتسميوش موبايل أو ما عرفش إيه او تسميه حاجه تانية. فاعتقد ان مفيش مشكله اصلا ان احنا نسميه موبايل لو كلنا اتفقنا عليه. ده ليه دعوه بحاجه افلاطون كان بيتكلم عليها، ان بيقول يعني هل هو بس اتفاق كده، هل بنسمي الحاجات كده اللي هو اتفاق اجتماعي؟ يعني لو انا نتفق خلاص، لو كلنا اتفقنا ان ده موبايل، طيب يمكن مش في الاوضه يعني، بس لو اتفقنا لو اتفقنا مثلا كتبنا في المعجم ده اسمه موبايل وابتدت تستخدم خلاص، فمش هل في فعلا علاقه ما بين كلمه قلم مثلا وده؟ هل في علاقه حقيقيه ولا هو مسمى بنتفق عليه اجتماعيا؟ ده كان سؤال في سؤال كانوا بيتناقشوا فيه، يعني مثلا طب ما هو ده ما اسموش قلم في بلد تانية صح، اسمه بنسل. طب يبقى ايه بقى؟ وله مثلا 100 اسم تاني او له 3000 اسم لو هو يعني يمكن مش موجود في كل اللغات، بس يعني فاهم قصدي؟ اهو طب ده معناه ايه؟ هل في علاقه ما بين الكلمه والشيء؟ علاقه حقيقيه ولا هي اتفاق اجتماعي؟ السؤال الثاني، هل اللغه بتتطور؟ ده له دعوه برضو بمفهومنا للغه. هل اللغه حاجه طبيعيه يعني، او هل اللغه حاجه مثلا مقدسه مثلا، او حاجه مش طبيعيه، حاجه الهيه مثلا؟ فممكن لو حاجه الهيه ما بتتغيرش مثلا، بس لو احنا هنقول ان اللغه دي حاجه طبيعيه زي اي حاجه موجوده، طب ما اي حاجه بتتطور، لان بص حوالينا طب كل حاجه فيها تطور. طب هل لو هنبص على اللغه او هنعرف اللغه بانها شيء موجود في الارض زي اي حاجه تانية،
بتنطبق عليه قوانين الطبيعة يبقى هو بيتطور. وهل اللغة بتتطور النهاردة؟ آه بتتطور. يمكن في لغات بتتطور أكتر من لغات. يعني مثلا لو نقرأ ابن سينا النهاردة، أنا بستعجب إن إحنا واحد بعرف أقرأ مخطوط لابن سينا، يمكن ما أعرفش أفهمه كويس، بس اللغة ما تغيرتش جامد. ممكن يكون الكلمات اللي موجودة في المخطوط دلالتها مختلفة، تمام؟ بس اللغة العربية ما تغيرتش زي مثلا اللغة الإنجليزي مثلا. يعني ما ينفعش تقري حاجة مكتوبة سنة 1000 هتلاقي اللغة مختلفة خالص. ففي لغات بتتطور أكتر من لغات، بس اللغات طبعا بتتطور. يعني بصي حتى المصطلحات في اللغات، اللغة العامية، الثورة يعني في كلمات جديدة دخلت صح، وكل شوية. وبعدين اللغة لما تطور اللغة له دعوة برضو أو مربوط بتطور قواعد اللغوية. لو القواعد اللغوية ما بتتغيرش يبقى اللغة هتكون مربوطة بحاجة، زي مربوطة بحاجة مثلا ماسكاها تحت، فهي ممكن تتغير بس في إطار معين. بس في لغات بيغيروا القواعد نفسها، فممكن نغير قواعد النحو. لو غيرنا قواعد النحو اللغة العربية هتتطور أسرع بكتير. عشان كده اللغة المكتوبة اللي هي اللغة الفصحى بتتطور أقل من اللغة العامية، عشان اللغة العامية مش مربوطة بقواعد نحوية صريحة، شاربة من حتت كتير. سأسأل سؤال، تطور اللغة كان موجه لحسين مش ليه أنا صح؟ من ناحية الألم، عايزين نقول ألم ولا عايزين نقول عليه دولاب؟ هرجع أقول في الأول خالص قلت العلاقة بين لما اتنين بلغتين مختلفتين، واحد بيقول على ألم ألم، واحد بيقول على ألم دولاب، هو مصمم يقول عليه دولاب صح؟ الاتنين لما هيشوفوا الألم هيجي في هينطبع في ذهنهم نفس الشيء، كل واحد يعبر بطريقة مختلفة، وهيبقى في الآخر التعبير مختلف على العرف الاجتماعي. في ثلاث أنواع للمعاجم على حد فهمي، المنتشر منهم في العالم المعاصر نوعين. النوع الأول اللي هو اللغة من حيث الاستخدام المتداول في المجتمع بين أهل الناس اللي بيتكلموها النهاردة. الناحية الثانية اللغة من الناحية التقنية أو الاصطلاحية أكتر، لغة علمية معينة محتاج لها مصطلحات، هتقول كلمة في الفلسفة هيبقى معناها غير في الفيزياء، هيبقى معناها غير لما أنا أكون بتكلم مع أختي وإحنا مسافرين في العربية. في النوع الثالث اللي هو كان موجود قبل الحداثة، قبل ما يبقى فيه نخسر العلاقة بين العقل واللغة إلى حد ما، وعلى الأقل ما نخسرش العلاقة على قد ما نخسر الشيء اللي كان رابطنا بالعلاقة، وهي مع الوقت العلاقة ضعفت. كان في شيء التعريفات الذاتية، اللي هو الفرق بين تعريف الذهب ك الشيء اللي بيحمل الرقم الذري اللي مش عارف كام في كام 79 صح، ليه ان لا يكون في تعبير عنه بالالفاظ، مش بس ان انا اميزه عن غيره، حاجه تعرفني حقيقه الذهب ده ايه بالظبط. ده نوع مختلف من التعريف. التعريف اللي بيعرفني حقيقه الذهب بيعبر عنه بالطريقه اللي انا مخي بيفكر بيها، بغض النظر عن المجتمع بيستخدمها ازاي، هو بيحاول يشوف الحاجات المشتركه بين الذهب وغيره والحاجات اللي منفصله مستقله، الذهب مستقل بيها الطريقه المختلفه لتعقل الشيء اللي اتكلمنا عنها قبل كده، وبالتالي مش فارق أو اختار لها اي لفظ. يعني اللفظ نفسه على حد فهمي هو وضع، احنا اتفقنا الشيء اللي هو عباره عن حيوان ناطق نسميه انسان. طيب وممكن نبقى الحيوان دي نسميها لمبة وناطق نسميها سوستة، يبقى هو لمبة سوستة، بس احنا في معنى اللمبة بنفهم الجسم النامي المتحرك بالإرادة، وبمعنى السوستة بنفهم القابل للتعلق والتعقل وفهم الكليات. فلما أقول لمبة سوستة أفهم نفس معنى الإنسان اللي واحد تاني هتقوليه حيوان ناطق هيفهمه. العبرة هما قالوا إيه؟ قالوا العبرة بالمعاني لا بالألفاظ. في لفظ معين مش مهم إن احنا الاثنين قصدنا نفس الحاجة، مش مهم احنا عايزين نسميها ايه في الاخر. العيال الصغيره بيقولوا على الفراخ كوكو، ممكن الكبار يقولوا طول عمرهم بيقولوا على الفراخ كوكو وعن نوم دودو، بس كلنا فاهمين هم بيقولوا ايه، بس خلاص طريقه كلام مختلفه بتعبر عن معنى واحد احنا الاثنين فاهمينه. فهي مش فرق احنا نسميها على حد فهمي، هي مش فرق احنا نسميها ايه، اللي هيفرق احنا بنعرفها ازاي، لو بنعرفها باللغه المتداوله ولا باللغه العلميه ولا باللغه اللي نقدر نسميها الذاتيه، اللي بتشوف الشيء ده بحقيقته مركب من ايه، هو حقيقته ليه. حاجه تبقى زي كوبري بتنقلني من اللغه للتفكير، مش لمجرد انا لما بتكلم مع الناس اقول لهم ايه، انا عايز افهم الشيء ده في حقيقته ايه.
المعجم ده يساعدني فيه. المعاجم الكويسه قوي في ده معجم بتاع واحد اسمه الشريف علي الجرجاني، من اكبر الناس اللي برضو في المدرسه الثانويه دي اللي هي طبقا لنسينا، ليه كتاب اسمه التعريفات للجرجاني، بيعرف الاشياء بالطريقه الذاتيه اللي هي القديمه، هتلاقيه مختلف، هتلاقيه بيتكلم عن نفس الحاجه بس بطريقه بتنقلك من التداول الشخصي ليه الشيء ده حقيقته في نفسه ايه. مش عارف هي مفيد قوي ولا لا، بس ده يعني مثال لنوع من المعاجم ما بقاش موجود النهارده، وبعباره عن قنطره كده بتنقل ما بين اللغه والتعقل. في الاول عايز اشكركم على المحاضره دي، انا استفدت منها جدا. عندي اكتر من سؤال للاستاذ حسين. انت في الاول عملت زي كاتيجوريزيشن كده او تقسيم للغات بين لغه تمثيليه او لغه تعبيريه، بنستفيد ايه من التقسيم ده؟ يعني هل بنقسم عشان نعمل حاجه معينه بعدها؟ ولو كده ايه هي الحاجه دي؟ السؤال الثاني، ايه المقصود تحديدا بالفلسفه التحليليه والفلسفه القرائيه، وايه الفرق بينهم؟ يعني انت ذكرت الحيز الجغرافي اللي بيستخدم اللي بتستخدم فيه مثلا الفلسفه التحليليه والقرائيه، لكن ايه الفرق الجوهري بينهم؟ استاذ محمد، حسيت ان المحاضره اغلبها كان منطق او فورمال لوجيك، المنطق الصوري. طيب ده يخليني اسال، هو ايه اصلا الفرق بقى بين المنطق وبين فلسفه اللغه؟ هل في حد فاصل بين الاثنين؟ برضو عندي سؤال، ايه الفرق بين الذات والجوهر؟ تمام. سؤال بقى ليكم انتوا الاثنين، ايه الفرق بين اللينجويستكس وفلسفه اللغه؟ هل في فرق بين الاثنين ولا الاثنين حاجه واحده؟ حاجه اخيره، ما اعرفش هل المفروض تتسال لي الناس بتوع اللينجويستكس ولا فلسفه اللغه، هل ممكن نفهم نشاه اللغه بدون عنصر او مكون ميتافيزيقي ولا لا ده صعب؟ ايه فائده التقسيم لغه تحليليه او لغه تعبيريه؟ ايه فائده التقسيم ده؟ التقسيم ده زي اي فائده اي تقسيم، ان هو بيحاول يدي مفهوم معين للغه ككل، كجسم، فاهم قصدي؟ او كايه لما نيجي نبدا، هو دايما مشكله ايه لما نيجي نبدا اي موضوع فلسفي بيكون فيه مفاهيم مسبقه بنحاول بنفهمها من خلال الموضوع اللي احنا بنحاول ندرسه، تمام؟ فهو بس التقسيمات دي بتحاول دي تقسيمات عملها تشارلز تايلر في المقاله بتاعته. وتشارلز تايلر خد بالك هو بيخاطب، هو كندي وهو بيخاطب انجلو ساكسنز بيخاطب ناس مجتمع اللي هم الفلسفه التحليليه، لو بيخاطب ناس امريكان اكتر عشان امريكا ورايون كندا وانجليز، وهما المفهوم السائد عندهم هو ان اللغه لغه تمثيليه. فهو بيحاول يقول لا، في ابعاد اخرى للغه دي، اللغه مش بس لغه تمثيليه، اللغه فيها حاجه اسمها لغه تعبيريه ما لهاش دعوه اصلا بالمعنى، ليها دعوه بالمجال العام، في لغه معياريه انها بتاسس الاخلاق اصلا. فبيحاول هو بيخاطب ناس عندهم مفهوم سائد للغه وبيحاول يوسع الادراك ده، فعشان كده هو بيربط ما بين والمفاهيم التانية اللي هي لغه تعبيريه ولغه تاسيسيه، دي مفاهيم جايه من الفلسفه القاريه. انا بكلمكم يمكن مفهوم اللغه عندكم مش مفهوم اصلا لغه تمثيليه، عشان يمكن احنا مثلا ما احناش مجتمع علمي وبعدين بنطور في المنظومه العلميه، فبالنسبه لنا اصلا احنا بالنسبه لنا مثلا مفهوم اللغه كلغه تمثيليه دي بالنسبه لنا هتكون حاجه الجديده مثلا، فاهم قصدي؟ كالمجتمع يمكن بالنسبه لنا مفهوم اللغه اكتر تاثيريه، انها ليها دعوه بحاجات تتقال وحاجات ما تتقالش مثلا، ده مفهومنا الطبيعي مثلا للغه. فبس يمكن احب اوضح، هو دايما لما بتقرا حاجه لازم تفكر هو بيكلم مين، وبعدين انا هكلم مين برضه. ايه الفرق ما بين الفلسفه التحليليه والفلسفه القاريه؟ ده قصة كبيرة أصلاً، بس ممكن نقول أنها بدأت بعد الحرب العالمية الثانية، وممكن تكون التقسيمة ما هيش تقسيمة برضو، يعني في ناس كتيرة موجودين في القارة اللي هي أصلاً التقسيمة غريبة شوية، عشان فلسفة قارية قصدهم قارة أوروبا، وفلسفة تحليلية ده مش تقسيم جغرافي أصلاً، بس هي حاجة موجودة في الفلسفة. يعني لو أنت عايز تدرس فلسفة النهاردة وعايز خريطه وعايز تعرف هتقرا مين هنا وهتقرا مين هناك، لازم انا بديك الخريطه، فاهم قصدي؟ عشان تعرف فروق. هتلاقي بعدين بقى ان في اصلا المدرسه التحليليه دي جايه اصلا من المانيا، اللي هو الوضعيه المنطقيه، ناس كتيره منهم جم هم سافروا بعد الحرب العالميه الثانيه
من ألمانيا، منهم مثلا يهود كانوا بيهربوا وبدأوا المدرسة في بتاع. وبعدين في انفصال ما بين التاريخ برضه، هم عايزين اللغة كحاجة أنها زي ما قلت مفيدة للعلوم وبناء بقى عالم جديد بقى. ففي برضو احساس ان هم عايزين ينفصلوا شويه من البعد التاريخي او العمق الاجتماعي التاريخي السوسيولوجيكال بتاع اللغه، عشان فاهم امريكا صح بلد كل حد بيروح وعايز ايه يبدا من جديد. لينجويستكس اند فيلوسفي، ايه الفرق ما بين لينجويستكس وفلسفي؟ طيب بدايه اللينجويستكس على حسب علمي في واحد من الثلاثة اللي اتكلمت عليهم اسمه هومبولت. هومبولت كان وقتها ده القرن ال 18 و 19 نصف القرن 18، كان في ناس بتسافر بينشروا الديانة المسيحية تمام. وبعدين كانوا بيقابلوا شعوب تانية بتتكلم لغات مختلفة، فهم عشان يوصلوا الرسالة كان لازم يفهموا اللغة اللي هم الناس بتتكلمها دي، ولازم يفهمون برضو اللاتيني عشان هي دي اللغة اللي مكتوب بيها. فابتدوا يبعتوا لهومبولت. هومبولت بقى قاعد في مكتبه في أوروبا، فبيبعتوا له بقى كتابات عن اللغات المختلفة اللي ابتدوا يقابلوها. فابتدى يلاحظ بقى حاجات مختلفة جدا. ابتدى يلاحظ ان طريقة استيعابهم للغات الاخرى دي مربوطة بقواعد اللغة اللاتينية، يعني هو بيفهم اللغة التانية دي بناء على قواعد لغته هو، وبرضو مفهومهم للغة دي مربوط بالمفهوم الديني لهم، يعني مفهوم اللغة متشكل بالمفهوم الديني. وابتدى يلاحظ بقى حاجات تانية في اللغة مختلفة، ان في حاجات بقى متشابهة ما بين اللغات. ابتدى يظهر بقى حتة ايه الفاميلي تري بقى بتاعت اللغات، وظهر بعديها بقى موضوع اللي هو الاندو يوروبيان لانجوجز، مثلا ان اللغات الاوروبية اصلا جاية من الهند، وممكن تعمل زي شجرة كده اللي هي بداية بقى اللينجويستكس. وهو قال لك وقتها احنا مش عايزين بقى نعرف اللغات التانية عشان يكون هدفها مثلا نشر دين معين، لا احنا عايزين ندرس اللغة علشان اللغة نفسها. وهنا بتبدأ بقى علم اللغويات، انت بتدرس اللغه عشان اللغه نفسها. فيلوسفي اوف لانجويج اعتقد بتيجي بعد كده برضو، ان هم بيحاولوا دايما الفلسفه بتحاول توصل لمفاهيم كليه، يعني يحاولوا دايما ايه يجيبوا كل حاجه مع بعض كده ويشوفوا هل في حاجه مشتركه، هل نقدر نقول حاجه على كل حاجه. يعني بالنسبه لارسطو هو مؤسس المنطق، والمنطق تعتبر جزء بنائي لفلسفه اللغه. بليتو برضو ذا كراتولوس بيتكلم على فلسفه اللغه، بس فلسفه اللغه انا بتكلم عليها من انطلاقا من بدايه اللغويات، وبعدين فلسفه اللغه وقتها بقى بتاخد شكل تاني. عشان مثلا وقت بليتو هو بيتكلم على ما فيش تعارض للغات كتيره جدا وقتها، فلما بيتكلم على حاجات زي اللي اتكلمنا عليها قبل كده، مثلا هل مثلا ال اسم الالم ده هل هو مرتبط بالاسم ولا لا، بس ما الانطلاقه مش من ان في لغات كتيره وفي حاجات مشتركه، وشفنا الانسان ابتدى بقى يعرف لغات في العالم، فاهم قصدي؟ يعني كان في نقله ثانيه بقى بعد اللغويات، وفلسفه اللغه اخذت مجال ثاني خالص، واخذت كمان في القرن العشرين اخذت وضع بالذات للفلاسفه بقى الفرنساويين، اخذت وضع رئيسي، بقت هي اصلا يعني عشان تدرس فلسفه لازم تدرس لغه، عشان هي الاداه للفهم، والاداه هي اهم من اللي انت بتحاول تفهمه. كان في سؤال عن المحاضره اغلبها منطق، ايه الفرق بين المنطق واللغه؟ وكان في واحد تاني بعده انا ما لحقتش اكتبه. في الاغلب هتكون الذات هي الماهيه، زي يقول لك ذات الشيء وماهيته او حقيقه الشيء وماهيته، يقول لك هل الوجود زائد على الذات او لا، زائد على الماهيه او لا، غالبا بيعبروا عنها بنفس الطريقه. المحاضرة أغلبها كان منطق، ده سببه إنك أنت لو أنت عندك دور أول أرضي هو ما بعد الطبيعة، ودور تاني هو المنطق، ودور تالت هو اللغة، أنت عايز تربط التالت بالأول. ده أنا بحاول أعمله في المحاضرة، إنه اللغة طريق
قدرتك على انك تعرف عن شيء وتتكلم تعرف شيء وتتكلم عنه بلسانك، تستخدم له لفظ تقدر تتكلم عنه كلام موضوعي مغروس فيما بعد الطبيعه. فالدور الثاني هو عنده ايد هنا وعنده ايد هنا، لان في صله ما بين العلوم كلها في طريقه التفكير دي اللي انا شخصيا مقتنع بيها. طيب ان في صله بين العلوم، اتكلمنا قبل كده عن الفيزياء والرياضيات وما بعد الطبيعه، الرياضيات عندها رجل هنا وعندها رجل هنا، فانت لازم تتكلم عليها. انت بتتكلم في الـ في الـ في الفيزياء معادلات رياضيه قد كده، مع ان هي مش من صلب موضوع الفيزياء صح، بس ما مش تقدر تعملها من غيرها. طيب او بعض الحاجات على الاقل. فهو المنطق بحكم ان هو ليه ايد هنا وليه ايد هنا، وانا مش بتكلم عن اللغه في المطلق، انا بتكلم على اللغه من حيث قدرتها على التعبير على حقائق. ممكن اتكلم على اللغه الثانيه من حيث المعاني بتاعت كل كلمه والثانيه، من حيث بناء الكلمه نفسها، لما تكون الكلمه وزنها الوزن الفلاني بيكون معناها ايه، بتدل على ايه، ضبط الكلمات زي في النحو. فكل علم من دول بيتكلم على اللغه من حيثيه معينه، من وجهه نظر معينه. انا مهتم باللغه من ناحيه ايه، من ناحيه قدرتها على التعبير على الحقيقه، بالتالي قدرتها على ضبط او الارتباط بالمعاني الذهنيه اللي هي بتدرس في المنطق اللي هو مرتبط بما بعد الطبيعه. فده كان سبب ان المحاضره ممكن يكون اغلبها منطق، وان من غير همزه الوصل دي بقت دي بتحلق في حته ودي بتحلق في حته تانية، ومفيش اي ربط وخلاص فصلناهم عن بعض وكل واحد عايش في عالمه، ومفيش اي لغه للكلام ما بين العلوم دي. حضرتك سالت في اللفظ اللي هو صنفته طبيعي، صنفته طبيعي وحقيقي ولا وعقلي ووضعي. حضرتك ليه ما يكونش الطبيعي هو برضو وضعي؟ يعني الصوت اللي احنا بنطلعه نتيجه الالم ده برضو بالاتفاق ان المجتمع اتفق على كده، كان توصيف اوسع للموضوع. يعني كنت اسال على المثل اللي اتكلم عنها افلاطون، هل هي موجوده فعلا؟ فبالتالي الحاجات دي بتبقى موجوده فينا من فطرتنا، ولا احنا بلانك شيت المجتمع بيبني عليها وبيرسم عليها التغير بتاعه؟ على الفهم ده المثل موجوده في الفلسفه اللي انا بتكلم عليها دي، المثل موجوده من ناحيه الالفاظ. انا ما كنتش بتكلم عن اختيار اللفظ، انا بتكلم عن الدلاله. هل انت لو شخص صيني وقع عليه حجره وقال طلع اي صوت، انت هتعرف انه موجوع، الدلاله وصل، يعني هو عايز يوصل معنى والمعنى ده وصل لك، مش فارقه عبر عنها باي ولا اوبس ولا اوتش ولا اي حاجه تانية صح. فمش مهم اللفظ نفسه اللي خرج، المهم الدلاله، المهم المعنى اللي بيوصلك وصل. ان الوضع ان انا بقول كلمه عايز افهمك حاجه صح، انا عايز اقول لك شوف كده فلان بره ولا لا، انت لازم تكون فاهم الالفاظ دي. ما حدش قعد اتفق ان المعنى ده قدامه الكلمه دي، بالتالي لما تسمع الكلمه دي افهم ان في المعنى ده، مش موجوده. انت من غير المعجم اللي بيقول لك ان اللفظ ده موضوع للمعنى ده انت فهمت، فبالتالي هو مش شيء وضعي، مش شيء لو احنا ما اتفقناش عليه مش هنفهمه. سؤالي استاذ محمد، الى اي مدى اللغه أو الى اي مدى المعرفه نفسها او فكرتنا عن العالم بتتاثر باللغه؟ يعني هل اللغه اوبجكتيف ريفليكشن للعالم ولا لا؟ ده برضو ياخدنا لنقطه تانية، اللغه الصوفيه مثلا، هل ممكن نقول ان دي بتقدم لي معرفه؟ يعني هي رمزيه جدا جدا، اللي بيعبر هو انا اتكلمت في الاول عن مراتب الوجود صح، واتكلمت ان في الرؤيه دي في اوليه، يعني في اولويه للوجود على التعقل بالمثل اللي انا ضربته في الاول بتاع ديكارت. طيب ده خلي بالك الكلام اللي قلته في 4 دقائق ده هو صفحات، يعني ادلته مبسوطه، بس الدليل الاساسي اللي فيه المناقشات ممكن ناخد وندي، فهل الوجود سابق على التعقل ولا التعقل سابق على الوجود؟ بالتالي هل في موجودات عقلي بيتاثر بيها ولا عقلي هو اللي بيؤثر على الموجودات؟ بالتالي هل هي موضوعيه بتفرض عليا ولا هل هي نسبيه ذهنيه انا بفرضها، مثاليه انا بفرضها؟ طيب فبالتالي على حسب مراتب الوجود دي، يعني عايز تناقش في موضوع انهي بيأثر على مين، تناقش فيه انهي مرتبه في الوجود متقدمه على الاخرى. لو الوجود مقدم على التعقل، مقدم على التلفظ، مقدم على الخط، بالتالي كل واحده فيهم قبل دول. لو الهيكل اللي انا قلت عليه العمود الفقري ده ترتيبه اتغير، بالتالي ده بيتغير. فهل الوجود اللفظي متفرع من الوجود الذهني ولا العكس؟ هو ده بيكون السؤال. على الفهم ده للفلسفه وللوجود، الوجود الذهني سابق على اللفظ،
بالتالي انا لما اروح مثلا المثال لحسين الداه الارنب مش فارقه بيسميه ايه، الفارق انه هل في شيء موجود انطبع في ذهنه بقى معنى لما يشوفه هيفتكره ولا لا، بغض النظر عن التعبير، هل هو هيعبر عنه الاول ولا هيشوفه الاول، هيجي في ذهنه الاول ولا هيتلفظ بيه الاول، بالتالي نعرف انهي فيهم اللي بيعبر عن ايه. الكلام عن اللغه الصوفيه هنا فيه الكلام عن الحقيقه والمجاز اللي هي البص كانت موجوده عندي وانا فوتها، في واحده كده فوتها عشان نفوت عن اقسام الكلام، في حقيقه وفي مجاز. وعلى الفهم ده الناس الصوفيه اللي كانوا عندهم نفس الفهم السيناوي ده للوجود كانوا بيشوفوا ان الفهم المجازي بيفهم بالقرائن، ان انت بتجمع مجموعه من الاشياء كده حوالين بعض تشوف المعنى ده ممكن يتفهم ازاي، هل يفهم على انه حقيقي ولا لا يفهم على انه حقيقي، هل ده مستحيل عقلا ولا غير مستحيل عقلا، لما واحد يقول شيء معين عن الذات الالهيه هل ده بيتعارض مع العقل، لا ما بيتعارضش مع العقل، يبقى نقبله نرفضه ليه، تعبير وجداني هو بيعبر عن شيء هو وجده ليه كذا وجه، انا وانت شفنا نفس الحاجه كل واحد شافها من زاويه مختلفه فعبر عنها، وتعبير مجازي يا اما بيتعارض مع العقل يا اما لا يتعارض مع العقل. طيب لو هو بيتعارض مع العقل ما بيتعارضش مع العقل بنقبله، لو هو مش بيتعارض لو هو بيتعارض مع العقل ما بقبلوش. طب بفهمه ازاي؟ بفهمه على اهل اللغه وضعوا المعنى ده ايه الاستخدامات المجازيه الموجوده ليه قبل كده، وبالتالي الشخص ده بيعبر عنها بالطريقه دي، ولا هو الشخص ده ليه مصطلحات انا اقدر استقرئها من كتبه. انا لو قدرت مسكت الفتوحات المكيه كده الكتب كلها 13 مجلد اشوف ابن عربي لما بيقول الكلمه دي بيكون قصده ايه، وحلل انا الكلام ده واشوف هل اقدر افهم كلامه هو الشخصي بطريقه موضوعيه ولا ما اقدرش. كده كده في اللغه المجاز هو الاستثناء، فممكن يكون في حالات اللغه مش بتعبر عن كون الحقيقه وبتفهم بطرق مختلفه، بس ده هيفضل استثناء مش هيفضل هو القاعده. يعني دايما يقول لك ايه، انه كلام الصوفيه اللي جاي من الالهام عند الفلسفه اللي انا بتكلم عنها دي مش حجه، لان هو مش كلام مبني على طريقه تفكير منظمه، انا عندي حجه ورا حجه ورا حجه ورا حجه وصلت النتيجه، بالتالي هو مش في نفس المنظومه اللي انا بتكلم عليها النهارده، انا بتكلم في منظومه بتحاول تعمل نظر عقلي تقدم مقدمات توصل منها لنتيجه. الصوفي ما بيقولش كده، بيقول انا انكشف لي شيء انا عرفته انا فوجئت بيه، هو مش عايز تاخده خده، مش عايز تاخده ما تاخدوش، لان انا ما عنديش حجه عقليه على الكلام ده. فالكلام المجازي اللي من النوع ده مش موضوعي النهارده، موضوعي النهارده في انسان بيرتب مجموعه من المقدمات بتمثل الحجه او الدليل اللي هو بيقدمه، فبالتالي كلنا كل اللي يقرا المقدمات دي يوصل لنتيجه معينه. الكلام هنا ما بيكونش مجازي، والكلام المجازي فيها غير مقبول لان هو غير مفهوم. مش عارف هي معلش هي معقده شويه، والسؤال ما سالتوش بالطريقه دي قبل كده فممكن ما يكونش الاجابه طالعه بالترتيب الفلاني. الحاصل النتيجه في سطر واحد كلامي النهارده عن الخطاب الفلسفي اللي عند بيرتب مقدمات عشان يوصل للنتيجه، الصوفي ما بيعملش كده. سؤالي باختصار، انا بتفق مع راي حضرتك في التراتبيه اللي حضرتك شرحتها وفكره ان الوجود اللفظي مترتب على الوجود الذهني او العقلي، لانه المعنى يبدو منطقي وبديهي جدا انه يعني ان احنا بنقول ان الالفاظ او اللغه هي وضعيه او اعتباريه او مجازيه زي ما حضرتك شرحت. ولكن في قضيه يعني في لحظه كده ممكن ترد على العقل ويفكر فيها، هي مساله احنا مثلا في مجتمعنا، يعني انا بتكلم على يعني في مجتمعنا احنا ناس بننتمي للفلسفه الالهيه وبنؤمن بواجب الوجود واللي هو اول الموجودات. ف الله سبحانه وتعالى مثلا بيقول في القران وعلم ادم الاسماء كلها، ومش بس في الاسلام يعني في المسيحيه ايضا كانت في البدء كانت الكلمه. فمساله ان الكلمه او الاسماء قد يكون لها وجود وليس وضعي ولكن وقفي، يعني بيقال عليها ان هي وقفيه، ان هي النظريه في نظريه بتتكلم عن الفكره دي. فانا بس حبيت اسال راي حضرتك فيها ايه. هو السؤال السؤال ديني اكتر ما هو فلسفي، مع ان انا مش بشوف انفصال بين الاثنين، بس هو مش مترتب على النظر العقلي المحض، مترتب على لو هنقدر عايزين نحطه هو فين في الفلسفه دي، هو بعد ما ادى النظر العقلي الى وجود الخالق وبعثه الرسل وصدق رسل من الرسل
وإثبات نسبة الكتاب اللي احنا بنقراه النهاردة للرسول ده ممكن يبتدي يسأل الـ الـ السؤال ده صح؟ في المعنى اللي حضرتك بتقوليه وكتير من الفلاسفة المسيحيين بيأيدوه، معرفش الباقي بيأيدوه ولا لا، بس برضه لو وسيم يحب يضيف حاجة هو أدرى مني بالفلاسفة المسيحيين يمكن. في فكرة لما حد كان سألني على المثل الأفلاطونية، فكرة إن الكون ده فيض، إن فكرة فيه أمور في علم الإله وخرجت إلى الكون، فهي وجودها في علم الإله سابق على وجودها في الكون. طيب، وعلم آدم الأسماء كلها دي يعني إيه؟ يعني عمله بطريقة هو والكون يقدروا هو يقدر يفهم الكون، يقدر يتعقله، يقدر لما يشوف معنى من المعاني ده يفهمه، غيره ممكن ما يقدرش يفهمه. فالمفهوم ده بقى ده مكانها، لان هما بيسموا ايه لما تقول ان دلوقتي لو خدنا الوجود من الاخر للاول، الوجود الخطي، بعدين الوجود اللفظي، بعدين الوجود الذهني، بعدين الوجود الخارجي، بعدين بيقول لك ايه، في شيء اسمه الوجود النفس الامري اللي هو الوجود السابق على الوجود الذهني. طيب، هل ده الانسان الناظر بغض النظر عن التجربه الدينيه والروحيه يقدر يوصل له لوحده؟ غالبا بيقولوا لا، بس الامر اللي مشترك ما بين كل البشر ان هم يقدروا يشوفوا الوجود الذهني، فبالتالي يصبح ده اول مرتبه، عفوا، يقدروا يشوفوا الوجود الخارجي. طيب، اللي هو في صله بينه وبين وجود النفس الامري، بس بالتالي الوجود اللي هو في علم الاله ده مش مفتوح لكل الناس، فعشان افتح نظر فلسفي دي الامور البيانات اللي عندي، ممكن قدامي اكتشف حاجه تانية وادخلها في المعادله، بس النهارده عشان ابتدي معرفه من الصفر دي الحاجات اللي انا مطروحه على الساحه قدامي بين جميع البشر بدون محاوله معرفتهم للامور اللي في العالم النفس الامري ده، او في فهم تاني بدون محاوله معرفتهم لنفسهم اللي هيلاقوا فيها وعلمنا ادم الاسماء كلها. بس برضو مش بتنطبق في كل المجالات، محتاجه يكون في امور اخرى الشخصين اللي بيتكلموا دول متفقين عليها، صح؟ تقدر تلاقي الرومي والقونوي بيتناقشوا في الموضوع ده، واللي مش بيوصل للشيء اللي هم بيزعموا ان هم وصلوا له هم مش فاهم حاجه. هو ما عنديش رأي، هم قالوا كده يعني، ده اللي في كتبهم، ده اللي انا فاهمه من كتبهم، ده اللي بيخلي يعني مرتبه المعرفه اللي حضرتك اتكلمتي عليها ده فهمي ليها، ده فهمي لموقعها، وده فهمي لعدم وجودها في، لان ابن سينا نفسه بيتكلم عنها، لو هو الاساس الطريقه دي بيتكلم عن العقل الفعال، ان يعني العقل الفعال ده واهب الصور اللي هو بيستفيد منه كل العلوم، بس هو ما عرفهاش، صحي من النوم لقى نفسه في الدنيا لقاها، هو وصل لها عن طريق تصفية فكرية أفلاطون أكتر، أقرب للنيو بليتونيست. تأثيرات أفلاطونية، الأفلاطونية الحديثة، بس هو أضاف أمور ما كانتش موجودة عندهم، بس الحاصل أن نفس الشخص اللي بيتكلم عن الأمور دي اتكلم عن الأمور التانية، بس هي مش متاحة لجميع البشر، هو الإنسان بعد نوع من التصفية العقلية اللي هما بيتكلموا عنها بيوصل لها. أتمنى أكون جاوبت شوية حسنة. ماشي يا دكتور محمد، اولا شكرا خالص على المحاضره. حضرتك قلت ان في خصائص، يعني انا ماشي في الاول، انا ما عنديش مشكله، انا موافق على التقسيمه دي، او يعني هتكلم في نطاق ان التقسيمه دي من الخصائص الذاتيه وتحتها الخصائص العرضيه للشيء، خلاص التقسيمه دي ما فيش مشكله كديدكشن كده من فوق كتعريف، في خصائص فعلا ذاتيه وخصائص فعلا عرضيه، بس السؤال انا في الواقع اقدر ازاي اميز بين الخاصيه الذاتيه والخاصيه العرضيه؟ وهل لو انا ما اقدرش اميز ينفع اقول، ينفع اصلا ابدا بالتقسيمه دي؟ بس. ايوه ممتاز، ايوه سؤال واحد. هرجع اقول لك، انا شفت انسان بيكتب فاستنتجت عنه الكتاب، شفت بقى عبيط، صح؟ هرجع اقول لك برضو تاني. طيب انا من ما انا شفت انسان ابيض، بس ما استنتجتش ان البياض ذاتي للانسان، صح؟ يعني شفت انسان ابيض، تخيل انت شخص عايش في افريقيا طول عمرك، طيب، وما احتكتش باي ناس من بره، فانت البشر اللي بتشوفهم لونهم ايه؟ اسود. مره واحده نزل عليك بباراشوت واحد شعر اصفر وعينيه خضراء وابيض، هتقول ده مش انسان؟ ساعتها بس هصدق ان في انسان ابيض، فاهم؟ انا ما عنديش ساعتها بس هميز ان في انسان لونه ابيض، تمام؟ قبلها انا ما عنديش فكره ان الانسان لونه ابيض، تمام؟ طيب ازاي بقى ان انا من قبلها اقدر اعرف ان هي فكره، هل الانسان ده، هل ممكن يكون انسان فيه نفس الخصائص الذاتيه من غير ما يكون ده لونه، ولا من غير ده يكون، لا ما يكون ده لونه؟ انا عمري ما شفت انسان ب 32 رجل،
بس كونه مش ب 32 رجل مش ذاتي ليه، لانه عدد ارجله ما بيأثرش على الشيء اللي مي الحقيقي اللي ميز الانسان عن غيره. طب انا عرفت تمييز الانسان عن غيره ازاي؟ انا شفته بيضحك وشفته بيعيط وشفته بيكتب وشفته بينتج علم وشفته بيخترع جهاز، كل الحاجات دي انا فوجئت وشفته بيناقش غيره وبيعرضه وبيعمله مناظره، لقيت ان كل دول فروع لحاجه واحده بس، العقل، النطق، صح؟ فانا عمال اطلع من حاجه لحاجه اعلى. انا لقيته انسان ضحك، بعدين لقيته انسان ضحك باكي. طب ايه ده؟ طب ليه ضحك باكي؟ طب ما تخليها متعجب وخلاص، صح؟ اللي انت بتحاول توصل ايه؟ انت بتحاول توصل للشيء اللي انت مش عايز زياده عن اللي انت عايز تعرف هو ايه. انت عايز تتكلم عني مش تقول انسان ناطق ضاحك باكي متعجب كاتب متحرك بالاراء، خلاص انت قلت المعنى اللي بيشمل ده كله. فانت عشان تعمل تعريف انت محتاج المعنى اللي بيشمل كل حاجه، مش عايز لا تكتب تعريف فيه 35 كلمه ولا عايز تكتب تعريف فيه كلمتين بس. قلت بس انسان ان الانسان هو الكاتب، فالناس اللي ما بتكتبش او قلت كاتب بالقوه. طيب انت بتعلى لفوق، انت بتقعد لما توصل للجنس العالي اللي مفيش اعلى منه جنس. بمعنى هل انا قادر دلوقتي؟ الانسان حيوان والحيوان جسم نامي متحرك بالاراده، صح؟ ففي الاخر هو ايه؟ جسم. بس انا كده دخلت معاه النبات، بعدين دخلت معاه جوهر، بعدين دخلت معاه موجود، بعدين ما لقيتش اعم من ده. يعني خلاص انا اعم الاشياء موجوده، بقى عندي كلمه بتشمل كل شيء، صح؟ هل انا بقى عارف اعلي اطلع لحاجه فوق من غير ما الاقي نفسي بشمل شيء انا مش عايز اشمله ولا لا؟ صح. وفي الحقيقه الجواب عن الانسان في اي شيء هو في ذاته ممكن تجاوب بالناطق بس، مش محتاج تقول حيوان، لان هو لو ناطق هو بقى حيوان، مفيش نبات ناطق، صح؟ بس انت التعبير زي ما قلت لك واخد نفس فورمه، نفس مرايه الماهيه، ان في مشاركات وفي مبينات. انت انا عايز اشرح، انت عايز تقول لي اشرح لي الانسان ده ايه؟ عارف الجنس الحيوان هو زيهم بس ناطق. طيب اسالني حيوان ايه؟ عارف جنس الـ 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 الاجسام المتحركه هو جسم متحرك بس بالاراده، جسم الاجسام الناميه جسم نامي بس بالاراده. طب هو ايه ده اللي هو النبات؟ الجسم النامي هو النبات. طب ايه النبات؟ عارف الاجسام؟ ده جسم بس نامي، وما الى ذلك، لحد ما توصل خلاص لاعم الموجودات اللي تقدر اعم الاجناس او اعلى الاجناس اللي تقدر عنها تعبر عن نفس الحقيقه. انت هنا خلاص وقفت عندك. هو سؤالي، هو ممكن نعتبر اللغه يعني حاجه زي بعد رابع، بمعنى انها بتشبه الرياليتي؟ ف ان احنا بنحط زي كونستركتس معينه وبنزرعها في الاطفال، بمعنى ان احنا بسبب العولمه اكتشفنا ان في كالتشرز كتيره جدا، وان اللغه بتشيب حوالي 99% من الكالتشرز دي. فهل البشريه دلوقتي في نقطه بيوند الكالتشرز بسبب اكتشافنا العولمه وان اللغه بتشيب الرياليتي؟ يعني عايز أفرح حضرتك وحضرتك. لا أنا فاهمه. اللغة ممكن تأثر على طريقة فهم الطفل للكون بالطريقة اللي هو تعلم يفكر ويتكلم بيها، ما بتأثرش على الحقائق اللي موجودة في الكون. أنت مهما زرعت في دماغ الطفل فكرة مش هتغير الكون، الحقيقة اللي موجودة في الكون. أنت زرعت في دماغه أن النار ما بتحرقش، ده مش معناه لما يحط إيده فيها مش تحرق، وعلى ذلك قص هي في حقائق ثابته. فهم اللغه تؤثر على فهمي انا ليها، بس هي ما بتغيرش حاجه في الحقيقه دي، ما بتاثرش في الحقيقه نفسها. لو انا فهمت كلامك صح، يعني كونستركت زي الحسد، كارما، نيرفانا، يعني مثلا لو حد اتربى في الهند هيفهم ان هو هيموت هيروح النيرفانا، حد في مصر هيروح الجنه، فدي حاجه زي بتشيب رياليتي. بس هل هم في الاخر كلهم يروحوا نفس المكان ولا لا؟ هي دي النقطه. لو هم كلهم يروحوا نفس المكان، ان في حقيقه، ايه الحقيقه دي؟ ان الانسان لما بيموت بيروح مكان. طيب فهمنا المختلف عن المكان مش بيغير حقيقه ان هو لما يموت هيروح المكان ده. ما في كالتشرز بتقول مش بيروح حته مثلا، يعني بالظبط، يعني ممكن يكونوا هم الصح والباقيين طريقه تفكيرهم مخليهم يفكروا غلط. ما هي الفكره بقى، هل في صح مطلق
ولا احنا في نقطه بسبب ان احنا فهمنا ان في كالتشرز كتيره جدا وكل كالتشر بتقول حاجه والكالتشر عباره عن لغه and we are getting programmed من احنا اطفال. ف هي موضوع لغه بحت يعني بالنسبه لي. فانا عايز اعرف مش كبير. طيب على نخلينا في ده بعدين يعني لو تحب نكمل ممكن بعدين. بس اللي انا فاهمه انه لو كلهم صح هل ده بيقول التناقض في الاخر ولا بيبقى في تناقض بيبقى الحقيقه كذا وعكسها ولا لا؟ هل ينفع الحقيقه تكون حاجه وعكسها ولا لا؟ ايه علاقه ده بمفهوم الوجود اللي هو اول الاوليات؟ نرجع تاني نشوف موضوع مفهوم الوجود ده اللي كلنا متفقين عليه على اساسه ينفع يكون في تناقض ولا لا. بس خلاص ما بقتش برضه فرق عن اللغه، بقيت انا عندي مفهوم معين، هل ده بيأثر على الحقيقه ولا لا؟ ده بقى سؤال تاني. يعني صراحه هو سؤال واسع جدا، فبقى انا ممكن اقول حاجه واحده بس. ممكن يعني موضوع العولمه ده مش شرط ان هو اكتشفنا ان في ثقافات كثيره وبقينا نربط وبقى في حاجه واحده، لا ده ممكن ان هو اصلا بيقتل اي اختلافات موجوده في اي ثقافات. هو بيعمل ثقافه واحده، بيعمل لغه واحده انجليزيه، لغه الامبراطوريه اللي بنتكلم بيها دلوقتي وبنفهم بيها الاشياء وبيستبعد اي لغات تانية. ممكن حتى موضوع توحيد المفاهيم ده، توحيد مفاهيم مثلا الجنه في ثقافات مختلفه، ممكن ما يكونش حاجه اصلا كويسه. ممكن يكون في كل حته ليها خواصها اصلا وليها مفاهيمها، وان انت بتحاول تجمع حاجه في حاجه واحده وتفهمها دي ممكن بتقتل اي اختلافات اصلا موجوده. فمش شرط اللي بيحصل ده اللي احنا عايشين فيه ده يعني ان هو يكون يعني سيلبريشن، يعني نحتفل بحاجه واحده. بالعكس ممكن يكون حاجه مش كويسه برضه. بس حبيت بس ادي البعد التاني بس لسؤالك عشان السؤال ما يتجاوبش عليه صراحه واسع جدا. شكرا جزيلا. اوكي شكرا والله نورتونا. شكرا جدا. تعبت.